ثلاث شخصيات جديدة في لكاسا دي بابيل. Locked up for 100 hours. Trapped, about to be killed. And having lost a best friend. It feels like 100 years have gone by. بدأ العد التنازلي لعرض الموسم الخامس من أشهر سلسلة تلفزيونية لكاسا دي بابيل. فيوم 3 سبتمبر رح يبدأ عرض الجزء الأول من هالموسم على نتفليكس اللي شوقت الجمهور بالأوفيشل تريلر من أسبوعين. Lisbon to Professor. Hi Lisbon. The stormwater tank has been discovered. It's possible this is the last time I'll speak to all of you. وككل مرة الجزء الجديد حيكون مليء بالمفاجآت، وتم الكشف عن ثلاث شخصيات جديدة انضموا لهذا الموسم. Say goodbye, your work. No father. No plan. No hope. فهالجزء حيعود بالزمن للوراء وياخذنا بالذاكرة لبداية قصة طوكيو، وبنتعرف خلالها عن حب حياتها ريني، الرجل اللي بدأت حياة السرقة معه واللي غير نظرتها للعالم، وريني بيلعب دوره ميغال أنجل سيلفستري. أما الشخصية الثانية فهي رافائيل ابن برلين، واللي وصفوا برلين لريو بالحلقات الأولى للمسلسل برأس نووي حربي سوف يدمر كل شيء، ورافائيل بيقوم بدوره باتريك ريادو. وبنوصل للشخصية الثالثة واللي بيقدمها خوسيه مانويل سيدا، واللي رح تحمل اسم ساغاستا قائد القوات الخاصة للجيش الإسباني، وساغاستا المعروف بقسوته والمحترف بقيادة المهمات الدولية حيكون على الطرف الآخر من المعركة اللي حنشهدها بالجزء الجديد. فبالموسم الخامس والأخير العصابة حتكون محتجزة داخل بنك إسباني لأكثر من 100 ساعة، ورح تتحول أعظم عملية سطو بالتاريخ لحرب. أما في الجزء الثاني من الموسم الخامس حتنتهي سلسلة المغامرات اللي تابعها عشاق المسلسل بالسنوات الماضية، وحيتم إطلاقه في بداية ديسمبر 2021، وحيكمل معه الكشف عن المزيد من المفاجآت اللي حيكون الجمهور بانتظارها. This is our last dance, Fatty. Make it a good one. Right now!